تحية لكل بلداننا العربية اللي تتابع من خلال برنامجنا بيت للكل من مصر والأردن والعراق وفلسطين. هذه الحلقة المهتمة بشأن الحرف والمهن اليدوية وخاصة كثير من التفصيلات المهمة اللي راح نتعرف عليها ببلداننا حقيقة، لأن يعني كل بلد زاخر بنتاجاته اليدوية وصناعاته وهذه الحرف الجميلة التي تكون بين الأزقة الضيقة في بعض مناطق بلداننا العربية. فراح نكون متواصلين من خلال هذه الحلقة من بيت للكل لنقل هذه الصناعات الجميلة لبلداننا العربية. أحد صور الثقافة مشاهدينا هي الحرف اليدوية أو ما يعرف بالمهن أيضاً والحرف التي يقوم بها الحرفيين في تطوير منتج وطني معين. تعكس الحرف اليدوية الهوية الوطنية لأي دولة. في وطننا العربي الكثير من الحرف اليدوية التي تتميز بها الدولة وتميزها أيضاً عن دولة عربية أخرى. تقوم كثير من الدول بتطوير حرفها اليدوية، لكن ما يميزها أيضاً وما هو الجميل بها أن تبقى هذه الحرفة اليدوية برغم تطويرها، إلا أنها تحافظ على الروح الأصيلة والأصلية بها. لنرى أيضاً ونستمع إلى رأي شافكي في هذا الموضوع. تمام يا لينا، مظبوط الكلام، وخليني أضيف بأنه الحقيقة الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة قد تكون قليلة، لكن الناس المبدعين موجودين وطول الوقت عايزين بجد يبينوا إبداعهم. الحرف اليدوية كمان فيها حاجة مختلفة، يعني فيها تميز وفيها أفكار، وهتلاقي صانع الحرفة اليدوية بيشتغل من قلبه، يعني عايز يبين كل حاجة حلوة، عايز يبين اللي بيعمله أحلى حاجة. الحرف اليدوية في مصر موجودة في أماكن كتير، والهيئة الدولة كمان بتدعمها بشكل كبير علشان هي بتمثل أيضا اقتصاد جميل محلي، وهذا الاقتصاد المحلي مجموعة من المشروعات متناهية الصغر بنسميها، اللي بتقدر بعد كده تبقى مشروعات صغيرة وممكن تكبر، لأنه ممكن الموهوب ده من مكان صغير جدا يبقى عنده أكبر شركة وأكبر مصنع. فإذن البداية من الحرف اليدوية الجميلة، واللي أعتقد مصر الحقيقة فيها مجموعة من المبدعين في مجالات كتير، مش بس في القاهرة ولكن في محافظات مصر كلها. الدولة بتدعمها، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان بيدعمهم، ولما بيقام أي معارض ليهم بيكون هو من أول الحاضرين علشان يؤكد بأنه كمان بيهمه أنه الحرف اليدوية دي بتلاقيها كده بتحتضن أسر صغيرة، فأنت تقدر تأمن كمان يعني اقتصاد الأسر الصغيرة، والدول عموما يعني بتتقدم من خلال الصناعات الصغيرة المختلفة عندها. موضوع الحقيقة جميل جدا، أنا سعيدة بيه النهاردة، وسعيدة أن أنا هكون موجودة في ورشة جميلة فيها إبداع، إن شاء الله تستمتعوا معنا. سلام. نعم شافكي، هذه المبادرة نحن بحاجتها جميعا، وليس فقط الصناع الحرفيين. عندما تتبنى مؤسسات الدولة والمؤسسات المعنية باحتضان الفنانين والموهوبين، يصبح هناك القدرة لأن ننهض بمشاريع وننجح فيها ونقدم المنتجات الرائعة للمشاهدين وأيضا لكل من يحب هذه الصناعات الحرفية.